استاذ جمال، راي حضرتك في كيفيه تعامل، انا ما بتكلمش على تلفزيون ولا راديو ولا جورنال ولا موقع، انا بتكلم بشكل عام، كيف يتعامل او هل يتعامل الاعلام الرياضي بالانصاف اللي يجب ان يتم مع النادي الاهلي ولا لا؟ من وجهه نظر واحد بقاله فتره 18. طويله جدا رتح من الزمان، فتره طويله رتح من الزمان. اولا لازم نبقى معترفين بانه الاعلام مش بس توجهات، هو بيبقى توجهات كمان او قناعات شخصيه. نعم. بمعنى انه في ناس بتكون بطبيعتها اميل الى النادي الاهلي او الى مش تشجيع تشجيعه او نعم. حب النادي الاهلي. فدي غالبا المجموعه اللي بتبحث او بتشوف الاسباب المنطقيه والواقعيه وتناقش الامور بما يملي عليها ضميرها. طبعا غير كده بتجد توجهات اخرى سواء مؤسسية أو فردية، هذه التوجهات بتبقى أصلا مستنية الغلطة للنادي الأهلي. نيجي على الحالة اللي احنا موجودين فيها، طبعا بلا شك الكل مجمع على أن النادي الأهلي مش في حالته الطبيعية. نعم. كفريق كرة قدم، وأن في كمان حقيقة أخرى انه في ضغوط كتيره جدا على النادي الاهلي. نعم. وسواء من ناحيه ضغط المباريات. أوكي. يمكن احنا كنا بنتكلم، انا جايب بس عامل ثلاث ورقات فيهم ماتشات الاهلي. أوكي. لما تمسك الفرق الاخرى هتلاقيها ورقه نعملهم كده بقى الثلاث. انا بكلمك جد، يعني كده اهو ثلاث ورقات ماتشات من جميع الانواع. كاس مصر تلاقي، القديم تلاقي، الجديد تلاقي، سوبر افريقي تلاقي، دوري ابطال افريقيا موجود. انا قلتهم في المقدمه اللي انت نفسك فيه. فاكر المحلات بتاع كل شيء بخمسة جنيه؟ كاس العالم للانديه موجود. كل حاجه، فانت عندك جميع انواع السوبر المصري. أوكي. كل الكلام ده موجود على اجنده النادي الاهلي. طبعا بالنسبه اللي ميولهم أهلوية وعاشقين للنادي الأهلي، دايما بيحط في دماغه أو يفترض أن النادي الأهلي يكسب في كل الماتشات حتى رغم الضغوط. أوكي. يعني رغم الضغوط اللي موجودة ما بيصدقش أن النادي الأهلي مثلا وقع في ماتش أو اتنين أو تلاتة، لأن الغريب في هذه الأيام اللي احنا كنا دايما بنفخر بيه أن الأهلي ما بيقعش في ماتشين ورا بعض. مظبوط. لا، ال- 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 الحقيقة دي اتغيرت شوية بفعل بقى اللي احنا بنتكلم عليه، انك مرة تلاقي علي معلول في قمة أدائه. أوكي. ومرة بعيد تماما عن أدائه بعدها بثلاث أربعة أيام. ده كله 100%. أنا نتكلم فنيا يا أستاذ. لا، ده أنا بديلك كإعلام. هو المناقشة هنا إن الإعلام هل هو بيحب أو بيميل أو بيناقش النادي الأهلي ووضعه مناقشة موضوعية، ولا عنده توجه؟ لان برضو ما ننساش نقطة مهمة قوي ما كانتش موجودة زمان واحنا حضرنا جميع العصور. قبل كده كان من الصعب على ان في الصحف القومية مثلا ان انت تهاجم الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي هجوم شخصي، يعني تتخلى عن قواعد المهنية. النهاردة هل ده بيحصل دلوقتي؟ لا، ما هو النهاردة بقى، وهي دي الظاهرة الاخطر، ما بقاش فيه مهنية في التعامل مع الحدث. يعني النهاردة بقى كل واحد أو كل مجموعة ناس، مش هقول بقى يعني في جهات معينة، لا أنا بقول كل مجموعة بيتعاملوا مع الموضوع شخصي. وبعدين سرعة البث، سرعة النشر، سوشيال ميديا، انتشار يعني. سرعة النشر والانتشار اللي هو إنه أنا وأنا قاعد دلوقتي ممكن اكتب اللي انا عايزه بلا رقيب او حسيب. نعم. وبلا مراجعه، فبالتالي العمليه بتطلع سوء عكاظ. كل واحد زي ما هو عاوز بيعمل وبيطلع يقول. وانت بتشوف النهارده اخبار كتيره جدا مولده، او يعني بص، عارف انت لما معموله قصريا زي ما بيقولوا، ولاده قصريه. يعني بمعنى ان انت تيجي تقول هل يستقيل ريكاردو سواريش
هو بس كده كهربا يفاوض لا لا غير كده لا يجي يقول لك كمان احدث حاجه لا يجي يقول لك مثلا اول صدام بين كابتن محمود الخطيب ومستر ريكاردو سواريش. يا جماعه ده الراجل لسه بيقول يا هادي. لا يعني ده في اجتماع خاص مع ريكاردو سواريش المحاسبه. ايه ده الكلام ده؟ يجي مثلا اللفظ الفظيع اللي قاله مش عارف مين اثناء المباراه، وبعدين تقرا تلاقي مثلا قال له ازيك. اه والله، او قال له انت ماشي قدامي كده عادي خالص يعني. او ما قالوش خالص، انت هتعرف من انت كانه ايوه. فهي القصه كلها انه الاعلام ما بقاش خاضع للموضوعيه والمهنيه بمعنى اصح. زي مظبوط.